لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن كالعادة نبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، نزوح آلاف العائلات من البصرة إلى كردستان العراق بسبب تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية. في صحيفة المدى، السنة يريدون استثناءات في حكومة عبد المهدي والشيعة ينتظرون الاستحقاقات. في موقع كتابات، العصائب تهدد عبد المهدي: إن اتبعت الصدر وعينت مستقلين سنحرق لك الشارع ونفشل حكومتك. في موقع الجزيرة نت، عذبوه وقطعوه: الشرطة التركية ترجح مقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية. في صحيفة العربية الجديدة، العراق مساع لفرض حلول لقضية كركوك خلال اتفاقات تشكيل الحكومة. في القدس العربي، إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في الضفة الغربية. وفي صحيفة الحياة، البنتاغون يرى خطراً صينياً متزايداً يستهدف إمدادات الجيش الأمريكي. السلام عليكم. عن العملية السياسية والحبكة الدرامية في العراق، كتب طلعت ترميع في موقع الهيئة نت: إذا كان المشهد الافتتاحي مكثفاً في تعقيداته وفي تنوع شخصيات لاعبي الأدوار وتنافرهم وتعددهم، فبعد مشاهد امتناع المواطنين عن الذهاب للتصويت ومشاهد التزوير وأعمال حرق أوراق التصويت في صناديقها، جرى الحديث عن الصراعات الحادثة بين أمريكا وإيران وبين البناء والإصلاح وبين أطراف السنة العملية السياسية، كما جرى تركيز الأحداث على وقوف الأحزاب الكردية في منطقة الظل لترجيح كفة على كفة أخرى حصداً للمكاسب في الوقت المناسب، وطال الأمر وتعقد كثيراً. ومثل كل مشهد افتتاحي، كان التطور الدرامي مغلفاً بالغموض. قيل الكثير عن تعدد مرشحي السنة وميل كل كتلة شيعية إلى مرشح، وعن دور أمريكي وإيراني متضاد ومتعاند حتى تخطف أنفاس المتابعين للصراع الدرامي. قام برهم صالح بطل الفصل الثاني بعد ساعات من انتهاء مشهد إعلانه رئيساً بتكليف عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء دون حديث وصراع درامي لا عن الكتلة الكبرى ولا الصغرى ولا عن الخلافات الأمريكية الإيرانية. وبعدها خرج مقتدى الصدر من المشهد وأعلن أنه سيعطي عادل عبد المهدي عاماً كاملاً، ثم سيتحرك إذا لم ينجز عبد المهدي ما يراه مطلوباً. أغلق الستار، فيما بقي الجمهور الذي قبل حضور الدراما في مكانه يسأل نفسه: ما الذي تغير؟ وأين الصراعات والخلافات وكيف اختفت ولم يعد لها أثر؟ وماذا عن المطالب والشروط الأربعين التي يجب أن تتحقق في رئيس الوزراء؟ وأين هو الإصلاح؟ وأين هو البناء؟ ومن فاز ومن خسر؟ وأين ذهب الصراع الأمريكي الإيراني؟ كيف اختفى فجأة؟ كان كل ما جرى عملية جرى تخطيطها على اضطراب لإعادة تعويم العملية السياسية التي غرقت بعد مقاطعة المواطنين في التصويت ونزلت إلى القاع بعد أحداث الثورة البصرية. وفي الختام، فرحت أمريكا وفرحت إيران، الأولى تضحك سراً والثانية تضحك علناً. لم يتغير شيء وبقى الحال كما كان، إلا من أمر واحد وهو الأهم. ويضيف الكاتب: وصل أهل العراق إلى قناعة عملية تامة بأن لا أمل في إصلاح أو بناء إلا بإنهاء تلك العملية السياسية وبناء نظام سياسي وطني عراقي. ترامب يعاقب إيران والعراق يدفع الثمن، هو عنوان مقال للكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية، حيث يقول: السياسة الأمريكية لاحتواء إيران تواجه عدداً من التحديات، حيث يبدو احتيال إيران على العقوبات أمراً سهلاً من خلال اعتمادها على رئتها الوحيدة العراق في ظل نظام سياسي موال لها، كما ستساعد الدول الأوروبية إيران من خلال التعامل التجاري باليورو،
وهناك ظروف دولية مختلفة تحاول إيران الاستفادة منها، خاصة سياسات ترامب التجارية ضد روسيا والصين اللتين تحتفظان بعلاقات مميزة مع طهران. الموضوع الأخطر الذي سيصاحب عمليات تصعيد العقوبات الأمريكية في 4 نوفمبر المقبل هو أن الواقع اللوجستي العسكري المتزايد لوكلاء إيران في العراق من الميليشيات قد يعقد الأمور. لقد نمت قوى وتيارات سياسية طائفية ميليشيوية مسلحة محلية شكلت خطاً موازياً للسياسة الحكومية العراقية تلبي رغبات نظام طهران دون سماع حكومة بغداد، وتضع تلك المجموعات نفسها في خدمة الحرس الثوري الإيراني المستهدف الأول من قبل الإدارة الأمريكية. فإلى أي حد ستتمكن فيه الولايات المتحدة من عزل العراق عن الأذى الذي سيلحق به من مسلسل العقوبات الاقتصادية ضد إيران؟ وإلى أي مدى ستتمكن إدارة ترامب من النجاح في وضع طهران داخل قفص العزلة الاقتصادية بعيداً عن مساعدة العراق؟ إيران وإسرائيل كلاهما تستخدمان نظرية عسكرية واحدة، النار عن بعد في المنطقة في ظل تداعيات العقوبات الاقتصادية على طهران، ولا يعرف إلى أي مستوى ستصل تلك التداعيات على طهران وكذلك ستصل إلى جارها العراق. إذا كان الشعب العراقي المتأزم والمتوتر والصابر قد تحمل حيدر العبادي 4 سنوات من الوعود والتصريحات والقرارات الفاضية من أي روح، إلى أن فار تنور البصرة في وجهه وأنزله عن عرشه، فإن هذه الروح الطويلة لدى العراقيين قد تبخرت 3/4، ولم يعد لديه من صبره الطويل السابق إلا القليل، بحسب الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال نشره في موقع كتابات. فمما لا يستطيع أحد إنكاره أو التغافل عنه هو أن الوجود الإيراني الفاعل في العراق اليوم أمر حقيقي وأقوى من أي قوة أخرى، كما أن لأمريكا وجوداً آخر وفاعلاً أيضاً، ولا بد لرئيس السلطة التنفيذية من أن يتجنب الاصطدام بإحداهما. وإن أراد الاستمرار وليس الانسحاب من المعركة مبكراً والهروب من خوضها إلى النهاية، ففي مواجهة العامل الخارجي سوف نتبين عاجلاً أم آجلاً أسلوبه في التعامل مع إرادة إيران وقراراتها ومصالحها، ومدى إصراره على تمسكه بخدمة مصالح العراق والعراقيين أولاً قبل مصالح غيرها. وعلى المستوى الداخلي سوف نقدر مدى رفضه أو سماحه بتحكم الميليشيات والأحزاب والاعتبارات المصالحية الأخرى بخططه وإجراءاته، وخاصة فيما يتعلق باختياره لمن سيشغل الوزارات السيادية الأربع: الخارجية والداخلية والدفاع والنفط. ليس هناك تغيير أو انقلاب من الوضع الحالي المخرب إلى الطبيعي بضربة حظ واحدة في العراق بحسب الكاتب. ما زالت هوية العراق الحضارية مختفية في برامج عمل الحكومات المتعاقبة التي قدمت الهوية الفرعية على الأصل العام للهوية الوطنية لهذه الحضارة، ويبرز ذلك جلياً في مفاسد المحاصصة التي حولت الإعلام الحكومي سواء فيما عرف بمكتب التنسيق الإعلامي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو المكاتب الإعلامية للوزارات إلى نموذج متهم بهذه المفاسد، مرة في الدفاع غير المتمكن من أدواته الإعلامية ضد أي منشور يكشف صفقات الفساد في الحكومة العميقة واللجان الحزبية داخل هذه الوزارة أو تلك، فيكتفي المكتب الإعلامي إما بتجاهل المنشور أو الرد بتكذيبه واتهام من يقف خلفه بأنهم يستهدفون التسقيط الشخصي للوزير، ما جعل ظاهرة الجيوش الإلكترونية تنتشر بتمويل من المال العام بحسب الكاتب مازن صاحب في الزمان العراقية. كما ظهر على سطح هذه المفاسد من تطفل على مهنة الصحافة والإعلام في هذه المكاتب الإعلامية للحكومة بشكل عام، مما سهل ظهور عدد كبير من المنظمات والمكاتب الوهمية التي تقدم شخصيتها المعنوية تحت عناوين براقة كممثلين للجامعة العربية أو الأمم المتحدة أو منظمات دولية مرموقة. في مواقع الحال يتمثل في ذات نموذج شركة أونا أويل، وهي شركة عائلية تروج لعقود النفط من خلال مكتب العلاقات العامة، فتحولت مكاتب الإعلام الحكومية إلى ذات النموذج في توزيع الإعلانات وعقد الصفقات التدريبية مع هذا السفير الدولي أو ذلك المدرب الألمعي.
ناهيك عن ظهور موظفي هذه المكاتب وجلهم قادمين من مكاتب أحزابهم ولا علاقة لهم بمهنة الصحافة والإعلام كمنظرين لهذه المهنة، بل وأخذوا يظهرون في وسائل الإعلام تحت عناوين مختلفة كمحللين استراتيجيين أو اقتصاديين أو اجتماعيين، ومنهم من كان يعمل مع المنظمات الإرهابية مثل النقشبندية فتحول بسحر مفاسد المحاصصة إلى خبير أمني. ويضيف الكاتب: السؤال اليوم عن النموذج المرتقب للبرنامج الحكومي الذي يفترض أن يعمل على إصلاح مخلفات مفاسد المحاصصة. ربما المكان الأول الذي يفترض أن يستهدف بالإصلاح هو الإعلام الحكومي وتنقيته من شوائب هذه المفاسد ومن أولئك الذين تطفلوا على مهنة السلطة الرابعة، لأن أي تحشيد باتجاه المناصرة المجتمعية لبرنامج الحكومة المقبلة دون برنامج إعلامي محترف غير متحزب خارج إطار مذاهب الأشخاص وميولهم الفكرية ودعمهم من قبل الجماعات المسلحة يعني إعادة نظر شاملة بهذه المكاتب وبكل من يدعي صفة الصحفي أو الإعلامي. يحاول بوتين مد الجسور مع الجميع في الشرق الأوسط حتى مع الذين يتحالفون مع الغرب وتربطهم مصالح قوية مع الولايات المتحدة ويقفون ضد سياسته في سوريا وضد المحور الذي يقوده مع إيران، فمتن علاقاته مع دول الخليج العربي ومع تركيا على الرغم من عضويتها في الحلف الأطلسي وتطلعها إلى أن تدخل الاتحاد الأوروبي وعلى رغم العداء التاريخي بين موسكو وأنقرة الذي يعود إلى مرحلة الحرب الباردة وإلى أيام السلاطين والقياصرة ثم الاتحاد السوفيتي، كما متن علاقاته مع إسرائيل وصديقه نتنياهو عن برغماتية بوتين، كتب مصطفى زين في صحيفة الحياة اللندنية. في 24 من تشرين الثاني نوفمبر 2015 أسقطت المقاتلات التركية طائرة سوخوي روسية، فتوترت الأجواء بين البلدين وظن كثيرون أن موسكو ستقطع علاقاتها بأنقرة، ولأن بوتين يدرك أنه لن يستطيع التمركز في سوريا والتأثير في سياسة الشرق الأوسط واكتساب صفة الدولة العظمى وتحقيق هدفه الاستراتيجي بعالم متعدد الأقطاب بالقوة العسكرية وحدها، لجأ إلى التنسيق مع أردوغان في عملية تشكيل سوريا الجديدة من خلال لقاءات أستانا وسوتشي. هذا عن العلاقات الروسية التركية. أما عن العلاقات الروسية الإسرائيلية فكانت متينة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عندما سمح لمئات الآلاف من اليهود بالهجرة إلى الدولة الصهيونية، وأصبح للوبي اليهودي نفوذ لا يستهان به في الكرملين وفي التغطية على أموال المافيا الروسية التي نهبت البلاد بالتعاون مع مسؤولين كبار، وما زال هذا التعاون قائما بينهما. ويختم الكاتب بالقول: في التاريخ الروسي سابقة مهمة في العلاقات مع الصهيونية، راهن الاتحاد السوفيتي عام 48 و900 وألف على إقامة دولة اشتراكية اسمها إسرائيل تكون نموذجا لكل الدول في الشرق الأوسط، فكان أول من اعترف بها في الأمم المتحدة، وعندما تبين له أنها قاعدة متقدمة للغرب ضده بدأ يعيد حساباته، خصوصا بعدما تآمر عدد من الأطباء اليهود لقتل معظم القادة السوفيت بما فيهم ستالين نفسه. فهل يكرر الكرملين ما فعله الرئيس السوفيتي الأكثر شهرة مع إسرائيل؟ درج رجال القانون على القول الشهير: الاعتراف سيد الأدلة، وعندما يجيء الاعتراف من مرشد الثورة الإيرانية عينه وكذا من الرئيس الأسبق محمد خاتمي، فإن على الجميع التيقن بأن الزلزال قد ضرب إيران بالفعل وبأن التوابع والارتدادات ماضية قدما والنهاية باتت قدرا مقدورا في زمن منظور نهار الخميس أي منذ ساعات. كان المرشد الإيراني علي خامنئي وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي للبلاد يقر بأن إيران تعيش وضعاً متأزماً تحت وطأة العقوبات الأمريكية، ويقطع بأن الاقتصاد الإيراني يواجه مصاعب جمة وفقاً للكاتب إيميل أمين في مقال بصحيفة الشرق الأوسط. خامنئي الذي حاول يغازل في خطابه الشارع الإيرانية فشل بكل تأكيد، وتحديداً في إقناع الرأي العام أن النظام الحاكم بريء وأن الإمبريالية الأمريكية هي السبب،
سيما أن الجميع في الداخل يعلم قدر المليارات التي أنفقت طوال الأربعة عقود. عمر الثورة الإيرانية غير المحدودة على مغامرات الملالي في خارج البلاد، الأمر الذي أفقد الريال الإيراني نحو 75% من قيمته منذ بداية 2018، لا يضع خامنئي قدميه على الأرض، بل يعيش حالة تعرف في علوم الطب بمرحلة الإنكار، سيما في حالة ظهور مرض عضال، إذ ينكر المرء المصاب الأمر في محاولة نفسية للهروب وإن كانت لا تفلح في معالجة الداء، الشيء الذي نفسه فعله خامنئي في خطابه، حيث أشار إلى أن طهران سوف تصفع واشنطن وستهزمها بهزيمة العقوبات، لكن الرجل فاته أن يقول لشعبه كيف وبأية طريقة سيتمكن من القفز على عقوبات الماضي، ناهيك عن الهول الأكبر القادم ولا شك في الطريق خلال أسابيع من خلال الفصل الثاني من العقوبات الأمريكية وما فيها من وقف لبيع النفط الإيراني للخارج. تصريحات خاتمي تعبر تعبيرا مؤكدا عن الحالة المتردية التي وصل إليها النسيج الاجتماعي الإيراني، حالة التفكك والتفسخ الداخلي التي لا تصلح معها المهدئات أو المسكنات، كما أن المراوغات واللعب على المتناقضات لا ينقذانها من قد أدرك مصيرها المحتوم. الإيرانيون أنهم وقعوا في فخ الملالي، وأن المطالب التاريخية للشعب لم ولن تتحقق عبر الأيادي الحاكمة التي تصر على الانتحار من خلال رفض التعاون مع المجتمع الدولي أو الكف عن العبث النووي أو الصاروخي بحسب الكاتب. شكل التعليم إحدى أهم ركائز نهضة الحضارات، وينقل الأمم والدول من براثن الجهل والتخلف والفقر إلى التطور والبناء والهيمنة والنفوذ الاقتصادي والسياسي أحياناً. ويعيش في الدول العربية ما بين 70 مليون و 100 مليون شخص أمي، تشكل النساء نسبة كبيرة منهم بحسب تقديرات عربية وأممية مختلفة. ورغم تراجع نسبة الأمية منذ سبعينات القرن الماضي، فإن عدد الأميين بارتفاع دائم نظراً للزيادة السكانية المضطردة في المنطقة، بيد أن التفاوت في هذه الأرقام لا يلغي الحقيقة المرة والصعبة من أن عدد الذين يجهلون القراءة والكتابة في عالمنا العربي يزداد يوماً بعد آخر، في ظل أوضاع مأساوية تعيشها المنطقة ما بين حروب ونزاعات وفقر وأوضاع اقتصادية وأعراف وموروثات وعادات اجتماعية تحرم نصف المجتمع من التعليم. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.